السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل اوردر على موقع امازون. في البداية بندخل التطبيق، بتأكد ان الموقع اللي انا فتحته هو الموقع الخاص بمصر. في شريط البحث بكتب اسم المنتج اللي انا محتاجه، بضيف المنتج لعربة التسوق. طبعا بعد ما بشوف مواصفات المنتج اللي انا محتاجه بضغط add to cart او buy now. بعد كده بروح للكارت بتاعتي، براجع المنتجات اللي انا اخترتها. بعد كده بدوس proceed to buy. هفترض ان انا هنا ما عنديش عنوان، فهضيف عنوان جديد. فوق هنا بتكتب الاسم، بعد كده بتكتب الرقم من بعد الزيرو، يعني بتكتب اسمك وبعد كده عنوانك وتفاصيل العنوان تحت، وبعد كده بتضغط save changes. بعد ما بتكتب تفاصيل العنوان بتكتب deliver to this address. هنا بيدخلك على نظام الدفع، انت هتختار الدفع بالكارت ولا هتختار الدفع عند الاستلام. لو كنت هتختار الدفع عند الاستلام فانت هتدفع 5 جنيه اضافية، هو نظام الكاش اون ديليفري دوت. زي ما احنا شايفين في 5 جنيه اضافية. وهنا لو في كود خصم بتضيفه في المنطقة ديت وبتضغط apply. طريقة إضافة الكارت سهلة برضو، ما فيهاش أي صعوبة. بنضغط على Add Credit. هنا بتحط اسمك على الكارت، وبعد كده بتدخل تاريخ انتهاء الكارت بتاعك والسنة اللي هينتهي فيها، وبعد كده بتضغط Add Your Card وبتكون قادر إن أنت تدفع بالكارت بتاعك. أنا هدفع بالكارت بتاعي دوت، هضيف الرقم السري اللي في ظهر البطاقة وهضغط Continue. هنا بيظهر لي تشيك بوكس بيقول لي لو انت عايز تستخدم العنوان دوت في المستقبل. لكن هنا ظهر لي حاجة بالنسبة للتوصيل، ان المنتجات تمنها 127 جنيه والشيبنج او الشحن عليه 42 جنيه دوت. عشان خاطر انا مختار منتجين فمديني على كل منتج 21 جنيه شحن، لان المنتجات طبعا مش مخزنة في مخازن امازون. زي ما احنا شايفين كل منتج عليه 21 جنيه شحن. بعد كده هضغط على place your order. هنا بعت لي كلمة سر بستخدمها عند الدفع على الرسائل الموبايل بتاعي كأمان، يعني عشان محدش يقدر يستخدم الكارت بتاعك. طيب زي ما احنا شايفين هنا هو أكد الأوردر من غير استخدام الرقم السري. على كل حال ده الأوردر اللي عملناه مع بعض، هنشوف هيوصلنا امتى ونقيم التجربة مع بعض في فيديو تاني ان شاء الله. طبعا زي ما احنا شايفين هنا التاريخ المتوقع للتسليم هو يوم 29 سبتمبر. ده تاريخ يعني بعيد بالنسبة للنهاردة 17، يعني أكتر من 10 أيام. هنشوف مع بعض هيوصلنا المنتج في وقت قد ايه وهنقيم التجربة سوا. طبعا من وقت ما بدأ أمازون وفي شكاوى كتير من المستخدمين بسبب واجهة الموقع وبسبب التأخير، فده هنشوفه مع بعض ان شاء الله في فيديو التوصيل. اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم. ما تنساش تعمل لنا لايك وشير الفيديو، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.